البرنامج من إنتاج النهار نور. اليقين. النهاردة حلقتنا عن اليقين وإزاي يكون عندك يقين. وهو إيه اليقين؟ اليقين هو الشيء اللي أنت لو أمنت بيه أو عملت الشيء وأنت عندك يقين فيه هتقدر توصل بمنتهى السهولة والقوة. اليقين إن أنت استحالة هتوصل لشيء من غير ما يكون عندك يقين بيه. بس هما إيه أنواع اليقين أو يعني إيه يقين؟ في ثلاث أنواع لليقين: علم اليقين، عين اليقين، وحق اليقين. يعني إيه؟ علم اليقين هو ان انا ابقى عارف، يعني انا عارفها. زي مثلا لما بيقول لك في حاجه انت نازل من كوكب تاني، فبيقول لك في حاجه اسمها طياره وبتطير، فانت سمعت او فبقى عندك ايه؟ علم اليقين. عين اليقين هي لما انت شفت الطياره، انت شفتها بعينك، انت انا شفتها من بعيد، فعلا في حاجه اسمها طياره. حق اليقين هي ان انت ركبتها ولمستها وعشتها. هما دول الثلاث انواع. تخيل دلوقتي معايا ان حياتك كلها ماشية في المجال ده أو ماشية في الثلاث حاجات دول. ساعات كتير قوي بيبقى عندنا مجرد علم بالشيء بس ما بنحولوش لعين ولا بنحوله إن هو يكون حق يقين. أول ما بيكون عندك حق اليقين، أول ما جسمك أو بيبقى عندك يقين بالشيء اللي هو بيعدي على الثلاث مراحل دول وبتبقى موقن بيه قوي، أول ما بيبقى عندك طاقة خيالية بتتفجر في جسمك عشان توصلك للشيء اللي أنت موقن بيه. فتعالى كده شوف معايا ايه الاشياء اللي في حياتك اللي انت اهو انا عندي يقين بس مجرد علم مش عارف ان هو ازاي يتحقق. زي بالظبط لما بيقولك في تمرين جديد نفسي لو انت عملته او طبقته في حياتك، او قانون كوني لو انت طبقته في حياتك هتوصل للي انت عايزه. انت بقى عندك علم، طب لو انا طبقته وعملته هيبقى ايه؟ هيتحول لان انت بقيت حق يقين. ليه؟ لان انت لمست نتائجه وعشته فعلا في الواقع. استحالة ان انت بمجرد علم اليقين انك توصل للي انت عايزه. ليه؟ لان هو خلاص انا عارف، طب هي فين الفعل؟ استحالة ان انت هتوصل لحاجة من غير ما يكون فيها فعل. لازم يكون عندك الفعل وتقوم تاخد الخطوة عشان توصل. لما انت بيبقى عندك يقين بالشيء انت بترسل طاقة من جسمك للكون ان هو يوصلك للشيء ده في اسهل واسرع طريق. ليه؟ لان اليقين هو عبارة عن طاقة خيالية بتطلع من جواك وهي تركيز أفكار لشيء، أنت بتركز أفكارك على شيء معين فبيطلع طاقة تغير أي حاجة في الكون عشان توصلك للي أنت ممكن بيه ده. تخيل معايا كده أي شيء لو عملته في حياتك بيقين، دعيت بيقين، اشتغلت بيقين، الدعاء نفسه في يقين، ادعوني أستجب لكم. يعني إيه؟ ربنا ما قالش فسأستجب أو ما قالش سوف أستجب، لا قال ادعوني أستجب. لو أنت دعيت ربنا بيقين الاستجابة في الحال. لو أنت قمت عملت حاجة وأنت موقن فيها هتلاقي النتيجة بتاعتها لحظية. لو أنت ذاكرت وأنت ودخلت الامتحان وأنت موقن أن أنت هتنجح، هتنجح وهتجيب النتيجة والدرجة اللي أنت عايزها. بس المفروض توصل لإيه؟ لحق اليقين. المفروض توصل لكل حاجة في حياتك أن أنت بتبقى عايشها ولامسها. المفروض توصل ان انت عايش ولامس نفسك انت اصلا من جوه. يعني ايه ابقى عايش ولامس نفسي من جوه؟ يعني تخيل معايا كده دلوقتي ان انت شخص انت اول مره تشوفه، انا بني ادم كده معرفوش، فهل انت عارفه؟ انت مش عارفه، لكن تخيل كده ان انت قعدت واتكلمت معاه وبقى بيحكي لك وبيفضفض لك. ايه اللي بيحصل؟ انت بتتعرف عليه صح؟ بعدها بشوية انت بدأت ان انت تخدمه، بدأت ان انت تساعده في حاجة، بدأت ان انت تعيش حياته وتلمس حياته. اللي حصل ايه؟ ان انت بدأت ان انت بتغوص جوه نفسه هو، وبدأت ان انت تفهم عنها اكتر. هل انت بتعمل ده مع نفسك ولا لا؟ ليه انا محتاج اعمل ده مع نفسي؟ لان انا استحالة اعرف اعمل اي حاجة بيقين وبقوة من غير ما ابقى عارف نفسي. انا معرفنيش. فاقعد دلوقتي مع نفسك اكنك شخص اول مرة تشوفه، اتكلم معاه، خليه يفضفض لك، خليه يقولك ايه اللي مضايقه، خلي نفسك تقولك ايه اللي هي زعلانه منه، ايه اللي هي حباه، ايه اللي مريحها، ايه اللي مش مريحها، خلي نفسك تقولك كل حاجه عشان وقتها تقدر انك لما تدعي تدعي بيقين، لان انت لمست نفسك من جوه وعشتها.
تقدر ان انت لما تروح على هدفك تروح له بيقين، تقدر ان انت لما توصل او تحب انك تعمل حاجة تقدر تعملها بمنتهى اليقين وتوصل للي انت عايزه. خلي كل حاجة في حياتك واسلوب حياتك الجاي هو حق اليقين، لان هو ده اللي انت تستحقه.